السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم؟ كيف الصحة؟ إن شاء الله تكونوا مبسوطين يا رب. هيثم، مرحبا بكم. بنكمل بتعليم اللغة السويدية، دورة تعليم اللغة السويدية المكثفة على اليوتيوب والفيسبوك، مع راتب صفحتنا على الفيسبوك دورة تعليم اللغة السويدية مكثفة ياكن سفينسكا، وقناتي الخاصة على اليوتيوب ياكن سفينسكا. إذا ممكن تعملوا لايك وكومنت وشير. بنكمل بالسلسلة التعليمية لتعليم اللغة السويدية سفينسكا سبروكت اللي وصلنا فيها للدرس السادس. بأول درس إذا بتتذكروا أخذنا السوبستانتيف، وبعدين أخذنا البرونومن. الدرس الأول كان الأسماء، والبرونومن هي الضمائر، والأديكتيف الصفات. بعدين أخذنا الدرس الخامس، القسم الأول، الفيرب جروبر اللي هو مجموعة الأفعال وتصاريفهم. وبعدين أخذنا القسم الثاني من الدرس الخامس هو التيمبو سيستيمت، واليوم ان شاء الله باذن الله تعالى راح ناخذ الادفيرب. اذا درسنا اليوم هو الادفيرب هو الظرف. درس مهم ومفيد بيساعدنا كثير على المحادثه، لاني ثلاث ارباع الحكي اللي بنحكيه هو ظرف. طيب اذا بنبلش بالدرس السادس. ادفيرب الظرف، تمام. اذا ما هو الظرف في اللغه السويديه؟ ملاحظة، أنا كل شيء راح أحكيه بهذا الفيديو عن قواعد اللغة السويدية فقط. شو ما صار تشابك أو اختلاف بوجهات النظر بين اللغة السويدية واللغة العربية، أنا ما عم بحكي عن اللغة العربية، أنا عم بحكي عن اللغة السويدية. طيب إذا الظرف هو عبارة عن كلمة وصفية نصف فيها الفعل أو الصفة نفسها أو الظرف نفسه. الظرف في اللغة السويدية هي عبارة عن كلمة واحدة بنوصف فيها الفعل أو بنوصف فيها الصفة أو بنوصف الظرف ذات نفسه، يعني بيكون ظرف ورا ظرف، كلمة ورا كلمة. ما هو جدير بالذكر أنه نعرف شغلة كتير مهمة، الظرف لا يصف الاسم، إنما الصفة هي التي تصف الاسم. خلوها ببالكم، هاي الشغلة كتير مهمة. الظرف ما بيوصف الاسم، الظرف بيوصف الفعل أو الصفة أو الظرف نفسه، تمام. بنكمل. إذن الظرف يساعدنا في معرفة كيفية حدوث الشيء، كيف بيحدث هذا الشيء. إما بيكون لونج سامت ببطء، أو بيكون سنابت بسرعة، أو بيكون لونجت بهدوء بشويش على مهل بمعنى. إذا كيفية حدوث الشيء، إما بشويش ببطء بهدوء بسرعة، هيك هاي كيفية حدوث الشيء. أو بيساعدنا الظرف في معرفة مكان حدوث الشيء، إما بيكون هار هنا أو دار هناك أو أوتوملاندز يعني خارج البلاد، نقطة مكان معين بيخبرنا عنه الظرف حتى نعرف مكان حدوث هذا الشيء، أين تم حدوث هذا الشيء. كمان الظرف بيساعدنا في معرفة وقت حدوث الشيء، عفوا، إما هذا الوقت بيكون هلأ يعني الآن نو، أو بيكون سن بعدين، أو بيكون سنارت قريبا، بيكون يعني قريبا. اذا وقت حدوث الشيء الظرف بيخبرنا عنه. كمان الظرف بيساعدنا في معرفة طريقة او كمية حدوث الشيء، كيف بيتم حدوث هذا الشيء وطريقته. مثلا مكت كتير، ليتي قليل، او غانسكا الى حد ما او نوعا ما. الظرف كمان بيخبرنا عن كمية هذا الشيء اللي نحن عم نحكي عنه. طيب كمان الظرف يساعدنا في معرفة تردد حدوث الشيء أو ترددية حدوث الشيء، الفريكوينسي تبع حدوث هذا الشيء، مثل altid دائما، أو ايبلاند أحيانا، أو aldrig أبدا، مرة مرة أحيانا أبدا دائما، على حسب تردد هذا الشيء. باختصار شديد،
فينا نقول انه الظرف يساعدنا في معرفة كيفية حدوث الشيء ببطء، بسرعة، بهدوء. مكان حدوث الشيء هناك، هنا، بعيدا، خارج من، أو وقت حدوث الشيء الآن، قريبا أو بعدين، بعد ذلك. أو طريقة كمية حدوث الشيء، مكت، كتير، أو إلى حد ما غانسكا. أو تردد حدوث الشيء مثلا دائما أو أبدا. تمام، هي باختصار شديد الظرف بيساعدنا بمعرفة هدول الخمس أشياء. هلأ بناخد بناء أو تشكيل الظرف. كيف فينا نحن نبني كلمة أو نستخرج كلمة أو نستنبط كلمة من كلمات تانية حتى نقدر نشكل فيها الظرف. الطريقة العامة بتقول يتم بناء أو تشكيل الظرف في أغلب الأحيان من الصفة الأساسية، تمام، وذلك بإضافة حرف ت لها. هاي هيك باختصار شديد، بنجيب الصفة الأساسية بنضيف عليها حرف ت بيصير عندنا ظرف، وبنستنتج المعنى من معنى الصفة. يعني الصفة الأساسية شو معناتها، بنحط لها الظرف، بنحاول نحن نفكر مع بعض كيف بده يكون معناها لهي الكلمة. طيب ناخذ مثال، وذلك بإضافة حرف التاء للصفة الأساسية مثل ما حكيت قبل شوي. مثل ما بتتذكروا بدرس الصفات تعلمنا أنه لكل صفة لها ثلاث أشكال. الشكل الأساسي اللي هو من فئة الإن، اللي بيوصف فيها الاسم من فئة الإن، والشكل الثاني هو اللي بتوصف فيها شكل الإت، الأسماء من فئة الإت، والبلورال هي اللي الجمع أو بالتعريف. إذن عندي أنا لكل صفة ثلاث أشكال. الشكل الأول اللي هو من تابع من فئة الإن هو الشكل الأساسي، الجرون فورم. هلأ كلمة سناب تابعة للإن، وسنابت تابعة للإت، والسنابة تابعة للجمع والتعريف، للإن والإت كمان. إذن أنا بضيف حرف التي للصفة الأساسية هي لأني من الإن، وهيك بقدر أستخرج فيها الظرف. باخذ السناب وبضيف عليها حرف الت بيصير عندي ظرف. هاي الكلمه سنابت هي الظرف. سناب معناتها سريع، وسنابت معناتها بسرعه. هذا الفرق بين الصفه والظرف، سناب سريع، سنابت بسرعه. طيب هلا ممكن واحد يسال سؤال، شو الفرق بين هي الكلمه وهي الكلمه؟ الفرق انه اثنيناتهم بينكتبوا نفس الشيء، بس هي لها معنى وهي لها معنى ثاني. هي معناتها سريع، هي معناتها بسرعه. ناخذ كلمه كمان، هوج معناتها عالي، هوكت بتصير بشكل عالي او عاليا. تمام، هي الهوج، هوكت، هوجا، هي الصفه الاساسيه للعلو للعالي، بنضيف عليها حرف التي بتصير عندنا عاليا بشكل عالي. تمام، هي القاعدة الأساسية لبناء حرف لبناء الظرف. كمان فينا نضيف على بعض الظروف كلمة، عفوا، لاحقة الـ AN أو الـ TVs. كمان هدول ممكن هلا بس يعدوا علينا بحكي عليهم. هذا اللي عم بحكي عليه هنا هو الشكل الأساسي، كيف فينا نحن نستخرج الصفة من الظرف من باستخدام الصفات. بنكمل أنواع الظرف. مثل ما بتعرفوا انه الانواع بالظرف، انواع الظرف له انواع كثيره، ظرف الزمان، ظرف المكان، ظرف مدري شو الى اخره. طيب باللغه السويديه في عندنا التيد اللي هو ظرف الزمان، والروم هو ظرف المكان، والست هو ظرف الطريقه او الكيفيه، والجراد هو ظرف المستوى او الدرجه، وعندنا السات هو الظرف الحال. خلينا نقول هو ظرف حال. إذا التيدز أدفيرب هون هو ظرف الزمان، رومز أدفيرب هو ظرف المكان، سيتس أدفيرب هو ظرف الكيفية أو الطريقة، الجراد أدفيرب هو ظرف المستوى، سات أدفيرب هو ظرف الحال، إذا فينا نقول حال. مو مطلوب مننا نعرف كل شيء من شيء ومدري شو إلى آخره، لا ما في داعي، نحن جايين نتعلم لغة سويدية، مانا جايين نتعمق فيها ونعرف هي هيك، خلص نحن بشكل تمام، أنا في عندي ظرف زمان، ظرف مكان، ظرف كيفية، ظرف مستوى، درجة ودرجة وحال إلى آخره. بس تعدي علي كلمة بعرف إنه هي ظرف، المهم إني أنا أعرف شو معناتها وكيف بستخدمها وإمتى بستخدمها، بس هذا المطلوب منا حتى نقدر نحن نحكي.
بينما اللي بده يدرسه اللي بدهم يدرسوا لغة سويدية أو هيك لازم يتعمق أكثر حتى يعرف كل أورد كلاسر، كل صفات، عفوا كل أقسام الكلام، ليعرف كيف إنه الظرف يتم تشكيله وبناؤه إلى آخره. أنا اللي عم بحاول أعمله بهاي الدورة إني أعطيك المعلومة جاهزة بشكل بسيط حتى أنت تقدر تستخدمها وتبلش تنخرط أو تندمج بالمجتمع، سواء كان من الشغل، سواء كان من المدرسة، سواء كان من الجامعة، مثل ما بيقولوا دفشة صغيرة حتى أنت تبني حالك لغويا ودراسيا إلى آخره. بنكمل. إذا أول شيء رح ناخذ التيدز أدفيرب، هو ظرف الزمان. تيدز أدفيرب نستخدمه عندما نريد أن نجيب على متى، كلمة متى يعني، سواء كان نقطة زمن أو فترة. إذا تيدز أدفيرب هو عبارة عن نقطة زمن أو فترة من الزمن. ناخذ مثال نو الآن، التيد دائما، إيبلاند أحيانا، سنارت قريبا، فورت فارندي لا يزال أو لم يزل، وألدريغ أبدا. إذا هدول عبارة عن مثال للتيدز أدفيرب ظرف الزمان. إذا شفتوا كلمة موجودة بالتيدز أدفيرب وموجودة بغير مكان كمان ما في أي مشكلة، عادي ناخذ الأمور ببساطة وبسلاسة. كلمة موجودة بنوع من أنواع الظرف وموجودة بنوع تاني ما في أي مشكلة، عادي. طيب اذا بنكمل بالتيدز ادفيرب، ناخذ كمان كلمات. المطلوب منا انه نحن هذول الكلمات نسجلهم على الدفتر ونبحث عن معانيهم، نتاكد من معانيهم بالقاموس باستخدام الليكسين او باستخدام القواميس الكتابيه والانترنت، ونشوف كيف ترجمتهم وكيف نتاكد منهم وندرسهم ونحفظهم، لان هذول مستخدمين بالمحادثه كثير كثير كثير. عندنا كلمة تيديكت هي معناتها باكرا أو بكير، خلينا نقول ستراكس معناتها فورا على الحارك دغري، افتر معناتها بعد، دو عندئذ، ايا معناتها ثانية أو مرة أخرى، مرة ثانية، فوشت معناتها أولا، فور أوت معناتها في السابق أو سابقا، وعندنا كمان كلمة فور هي سابقا أو من قبل من. كمان أونيو هي معناتها من جديد، وكمان ناخذ كمان كلمات انه، ما زال او لم يزل او حتى الان او حتى او ليس بعد. شو بيعني هذا الكلام؟ ليش هاي الكلمة لها معاني كثيرة؟ الجواب هو الظرف قابل انه ياخذ يعني بياخذ معاني كثيرة حسب الفعل. مثل ما حكينا بالاول، الفعل الظرف يصف الفعل. هذا الفعل في بعض الافعال بتاخذ معاني معينة، فبتنجبر انه هاي الكلمة تاخد اشكال كتيرة من حيث المعنى حتى يكون المعنى مظبوط، يعني المعنى بيكون محكم. لذلك اذا بتشوف الكلمة الى عدة معاني بنصحك تفوت على القاموس وتدور على معانيهم وتتأكد منهم وتشوف كيف ممكن يكون تركيبهم بالجمل حتى تقدر تفهمهم، لما تبلش تدرس او تشوف كلمة اجت قدامك تحاول تحلل شو اجى معناها هون بالضبط، وهل يا ترى اذا حطيت معنى تاني ليس بعد مثلا شو معنات حتى وليش ليس بعد، بتزبط ولا ما بتزبط. هاي المحاكاة الشخصية لازم تتم حتى تقدر تسيطر على كل المواضيع. بنكمل. يمت معناتها دائما، تي فيز احيانا او في وقت محدد، يناست على الفور على الحارك كمان لاقصى حد، سيدا معناتها منذ أو بعد، ظن ليجن معناتها عادة أو بالعادة أو بشكل مألوف، سلا معناتها نادرا أو قلما نادر الحدوث، نون سين هي معناتها شي مرة أو أبدا، نون سين هي شي مرة أو أبدا كمان، أوفتا كمان معناتها عادة، سيست آخر أو آخر شيء يعني آخر، ني ليجن معناتها حديثا مؤخرا حديثا، هيك فينا نقول لينيا طويلا. طيب ناخذ كمان كلمات ايدوغ، ايدوغ اليوم، ايموشي صباحا، ايغور البارحه، ايفور ايغور اول امس قبل امبارحه، ايمرون غدا، ايمرون بيتي غدا صباحا، ايوفر ايمرون بعد غد، اوفر امرون بعد غد بعد بكره يعني، سنارت قريبا، نو فورتيدن في الوقت الحاضر في الوقت اللي نحن فيه،
ايميل لنقوط، ايميل لنقوط معناتها يعني من فترة لأخرى، من حين إلى آخر، هيك فينا نقول من حين إلى آخر. بنكمل فيها مثلا هار أم داغن منذ عهد قريب، فينا نقول كمان حديثا يعني مؤخرا. اي فور فيول السنة قبل الماضية، السنة اللي قبل الماضية. اي بلان معناتها أحيانا، اي فيول في السنة الماضية. يوست بالضبط، نيس منذ لحظات. هار ام اورت السنة الأخرى، بمعنى السنة الأخرى يعني هذيك السنة لما عملنا مدري شو، ممكن تكون السنة قبل الماضي، قبل هذيك السنة لما طلعنا مشوار مدري شو إلى آخره. ان معناتها من هاي الكلمة بنستخدمها كتير، خاصة من المقارنة. طيب بنكمل. التيمت باستمرار او لا يزال، او يعني متابع لحدوث الشيء، يعني مكملين. ستانديكت معناتها دائم او ثابت. ميد سما في آن واحد، في وقت واحد. ميد ديت سما، ميد سما في آن واحد. انت ليجن معناتها أخيرا، في الآخر، هيك فينا نقول. هيت تيلز معناتها الآن. تلسيست في الآخر، تيل سلوت في النهاية، سلوت ليجن في الختام. وأم جويندي هي فورا على الحارق دغري. طيب بنكمل. ناخذ هلا ظرف المكان. الروم، الروم مثل ما بنعرف انه الروم هي عباره عن غرفه، استنبطوا من هاي الكلمه رومز ادفيرب لحتى يقولوا ظرف المكان. ظرف المكان يستخدم للاجابه على كلمه اين، والى اين، ومن اين. تمام، لاحظ معي هذا الجدول، بنشوف هون عندنا كلمه فار، أين، فارت، إلى أين، فارفون، من أين. بتلاحظ معي كلمة أين هون كلياتها هي عبارة عن ثابت، هذا متحرك، هذا متحرك. مثلا بناخد كلمة هار معناتها هنا، دار معناتها هناك، هم في المنزل في البيت، بورتا هناك بعيدة، إن في الداخل، أوتي في الخارج، اوبي في الاعلى، نيري في الاسفل، فرامي امام. بنشوف كلمة السؤال فارت الى اين، بناخد مثلا هون هيت الى هنا، ديت الى هناك، هم الى المنزل، بوت الى هناك او بعيدا الى هناك، يعني نقول ان الى الداخل، اوت الى الخارج، اوب الى الاعلى، نير إلى الأسفل، from إلى الأمام. بنشوف الكلمة الثالثة very from، من أين. هاري فرون من هنا، داري فرون من هناك، همي فرون من المنزل، بورتي فرون من بعيد، إني فرون من الداخل، أوتي فرون من الخارج، أوبي فرون من الأعلى، نيري فرون من الأسفل، from فرون من الأمام. إذا ظرف المكان هذول بنجاوب فيهم، بنستخدمهم لما بنجاوب فينا على كلمة أين، إلى أين، من أين. هار هيت هاري فرو. تمام، خلونا نشوف ترتيب تاني. ناخذ مثلا كلمة فار. فار معناتها أين، أين يعني بو فيلكن بلاتس، بو فيلكن بلاتس، في أي مكان، يعني أنت وين، بأي مكان أنت موجود، بو فيلكن بلاتس. إما بكون هار أو دار أو إني أو أنت، أما هنا، هناك، في الداخل، في الخارج. هذا الحكي بيعني بفينتلج هيت التواجد، أنت وين موجود، بفينتلج هيت التواجد، أنت وين مكانك الحالي هلا، هار دار إني أنت وين موجود أنت. هذا الحكي بنجاوب عليه على كلمة فار. هذا الحكي ما فيه حركة. بو فيلكن بلاتس، في أي مكان توجد أنت فيه الآن. تمام، بنشوف بعدين. فارت إلى أين، فارت إلى أين. تيل فيلكن بلاتس، إلى أي مكان أنت ذاهب، إلى أي مكان أنت تتحرك، إلى إلى إلى. هيت ديت إن أوت، إلى هنا، إلى هناك، إلى الداخل، إلى الخارج. هذا الحكي اسمه الريكتنينج، اللي هو الاتجاه أو التوجه.
انت متجه الى هيت ولا الى ديت ولا الى ان ولا الى اوت؟ انت لوين رايح بتحدد تيل فيلكن بلاتس. تمام، سهله وبسيطه، ما بدها شيء، ما بدها تعقيد. لما انت بتحس لما انت عم تحكي وبتحس حالك انه بدك تستخدم الى هنا بمعنى باللهجه لهون بتقول هيت، لما بتقول هون بتقول هار، لما بتقول من هنيك بتقول فاري فرون، عفوا بتقول هاري فرون من هنا. تمام، بنشوف الحاله الثالثه اللي هي فاري فرون من اين، من وين يعني، فرون فيلكن بلاتس، من اي مكان. تمام، هذا السؤال بيجاوب عن هذا التساؤل، فرون فيلكن بلاتس من اي مكان، اما بيكون هاري فرون من هنا او داري فرون من هناك او اني فرون من الداخل او اوتي فرون من الخارج او 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 الى اخره حسب الكلمات الموجوده في الـ في الـ في الجدول. وهذا الحكي بيعني انه في شيء متحرك، الريكتنج، الاتجاه، التوجه، انت لوين طالع، هاري فرون من هنا، داري فرون، اني فرون، اوتي فرون. تمام، فرون فيلكن بلاتس، من اي مكان انت طالع رايح جاي الى اخره. ثلاث شغلات بسيطة وسلسة وسهلة، ما بدها أي تعقيدات. عليك تحفظ كل وحدة وشو بتاخذ وشو بتعمل فيها وإمتى بتستخدمها. طيب، لاحظ معي هذا المثال. ألي سكا أوكا تيل تيسكلاند بو أونستاغ. ألي سكا أوكا تيل تيسكلاند بو أونستاغ. حاول ترجمة الكلمة معي. ألي اسم علي. سكا هي الفعل المساعد اللي بنستخدمه لنحكي بالمستقبل، سوف او س، اذا علي س اوكا اوكا يذهب، علي سوف يذهب، تيل معناتها الى، علي سوف يذهب الى تيسكلاند المانيا، هي المانيا معناتها، علي سوف يذهب الى المانيا بو اونستاغ الاربعاء اللي جاي، الأربعاء اللي جاي القادم، الأربعاء، علي سوف يذهب إلى تيسكلاند إلى ألمانيا الأربعاء. طيب، هان هار ألدريك فاري دار تيديغاي. لاحظ معي، هان هار فاري، هار فاري هذا البرفكت اللي هو البنوتي اللي إذا بتتذكروا بالتيمبو سيستم حكينا عن هالقصة. هذا الشكل يعني هذا الشكل سوبينيوم، هذا الشكل التركيب، هي الهار زائد السوبينيوم يعطينا البرفكت. هان هان هار ألدريك ابدا، هون نفي، ألدريك نفي ابدا، فاريت دار هناك تيدي غاري سابقا، هو لم يكن، الفاريت جاي من فار، اتفارا ياغ ار ياغ فار ياغ هار فاريت ياغ هادي فاريت دار هناك تيدي غاري، هناك وين؟ يعني تيسكلاند. هان هار ألدريك فاريت دار تيدي غاري، هو لم يكن هناك أبدا سابقا. تمام، تيدي غاري سابقا من قبل. إذن هان سكا فليغا ديت مي لوفتانزا، هان هو سوف يطير ديت إلى هناك ميد لوفتانزا، لوفتانزا شركة طيران، شركة طيران الألمانية لوفتانزا، هو سوف يطير إلى هناك، إلى هناك، إلى هناك ميد لوفتانزا، هو سوف يطير إلى هناك مع لوفتانزا، باستخدام شركة طيران لوفتانزا. إذن هان سكا فورتسيتا تيل سفاريا داري فرون. لاحظ دار ديت داري فرون، هو سوف فورتسيتا تيل سفاريا داري فرون، هو سوف يتابع الى السويد من هناك، يعني هو سوف يكمل فورتسيت، يكمل الى السويد من هناك. تمام، لاحظ تغير الدار والديت والداري فرون حتى تعرف كيف بدنا نعرف كلياتنا مع بعض كيف بدنا نستخدم هذول الظروف، دار داري فرون ديت الى. إذا ملاحظين إنه هذا المثال يعني ما بعرف شو اسم المهرب اللي عم بيهربوا للزلمة، يعني إنك تطلع من هنيك تروح على ألمانيا وبعدين ترجع على السويد وهذا ومدري شو، فيها وجهة نظر. المهم بنكمل، ناخذ كمان كلمات. فوري قبل، أنستانس معناتها مكان آخر، مطرح ثاني. إن شاء الله بدي أعمل درس خاص عن الستانس وعن نوغون والنوغوت والنوغرا
والنون ستانس والنون تينج والالت والكل، كل هذول الكلمات اللي مشان ما نضل نتخربط فيهم. الانون ستانس واخواتها في مكان اخر مطرح ثاني. ايموت مقابل او معاكس او مواجه. فوربي بجانب مرورا من عند من خلال من جنبه هيك نقول. ينم من خلال، ينم من خلال. اندن على طرف على جنب كمان بجانب. كمل كمان بالكلمات. باكم هي وراء، تلباك الى الخلف عائدا، نارا قريب، املا بين او ما بين. سمى نفس، يعني مثلا هون سمى واخواتها سمى بلات سمى تيد، نفس الوقت نفس الزمن. اوفر الت معناتها هي في جميع الانحاء في كل الاماكن. اوفر الت، اوفر الت في جميع الانحاء في كل الاماكن هيك بتقول. فيرن معناتها من بعيد، من بعيد. يمسيدس هي جنبا الى جنب. لاحظ يمسيدس هي جنبا الى جنب مع بعض هيك فينا نقول. اوتن فور خارج من، من خارج، خارج من. نيدن فور تحت من، اسفل من، ادنى من. ان اوتي داخل بقلب، ضمن بقلبه لهالشيء. انتو بالانجليزي انتو. انتل بجانب، جنبه لهالشيء انتي. بس ناخذ درس الاحرف الجر ان شاء الله راح نفهم كل هدول الكلمات. اير معناتها الى الخارج، خارجا، طالع من، خارج، الى الخارج. انن فور داخل من، بالضمن من، هيك فينا نترجمها. اوتوم هوس خارج البيت، اوتوم لاند خارج البلاد، او ينم هوس داخل البيت. اختلاف وتعدد المعاني هون بالمعنى هو شيء طبيعي، ما لازم يعني نكبر الموضوع انه ليش لك كذا معنى ومدري شو. لا ما في اي مشكله، افتح القاموس شوف شو يعني واحفظ المعنى الاجمالي لهي الكلمه وحاول تستخدمها بطرق سهله وبسيطه حتى تبلش تطور تطور يعني اللغه والمحادثه تبعك. وحتى اذا كانت فشكله بالاول ما في اي مشكله، بالعكس عادي، اذا ما غلطنا ما راح نقدر نحكي صح. بالبدايه لا تخجل واحكي وقول، وحتى اذا كانت الكلمه صعبه زدتها احكيها للانسه للاستاذ لرفيقك وين ما وين ما، ما في اي مشكله. وشوي شوي بتبلش تصلح، بس اذا ما حكيت ما راح تستفاد شيء. كمان في عندنا كلمه كفار، كفار تاخذ كثير شغلات، باقي المتبقي. اذا بنكمل مع الظرف، ناخذ قسم جديد هو السيت ادفيرب، هو ظرف الكيفيه والطريقه. يعني لما بنجاوب على كلمه هور كيف او باي طريقه، كيف يعني كيف 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 الموضوع صاير، بنقول برا جيد، منيح، كويس، او سولوندا بهذه الطريقه، هكذا طريقه، بهذا الشيء، بهذا الاسلوب. لونج سامت ببطء، الكيفيه تبعه هي ببطء، او الا بشكل سيء، او ساكته بهدوء بشويش على مهل، او فيل بشكل جيد او جيدا الى اخره. مثل لما بنقول فيل كومن يعني كومن قدوم جيد بمعنى اهلا وسهلا. فوت بشكل سريع بعجله، او نوجا بعنايه او بدقه. تمام بنكمل. النرلوندا بشكل مختلف، النرلوندا بشكل مختلف. فورشيكتيكت هي بشكل حذر، بحذر. اومكرينج هي حوالي او من حول، كمان فينا نقول اذا كانت يعني ضمن احرف الجر والاساس. فالسكت هي بشكل خاطئ او زائف، بشكل مزيف. دوليكت هي بشكل سيء، سيء، بشع، سيء. سلارفيكت هي بشكل مهمل، يعني مهملا. لوكت بشكل منخفض، بانخفاض هيك. فكرت هي بشكل جميل، جميل يعني بشكل جميل. اوردنتليكت هي بشكل ثابت او محكم او مضبوط او مزبوط بمعنى محكم. نوغرانت بشكل دقيق، بشكل دقيق. هوكت بشكل عالي، عاليا خلينا نقول.
انا بحاول ترجمهم بكذا طريقة مشان نفتح نفتح دماغنا، انه ما بيصير نقول هاي الكلمة معناتها هيك وخلص نمشي عليها، واذا اجت غير معناها ما دخلني فيها. لا، بدنا نكون سلسين ومرنين بالتعامل مع الكلمات ومعانيهم. فولت بشكل قبيح، بشكل بشع، بشع يعني. طيب، هور سكريفر ياغ، لاحظ معي هاي الجملة، هور سكريفر ياغ، كيف أكتب أنا؟ كيف أكتب أنا؟ ياغ سكريفر برا، أنا أكتب جيدا، يعني أنا بكتب منيح بشكل جيد، أنا أكتب بشكل جيد. سكريفر برا، سكريفر برا، أو ياغ سكريفر فولت، أنا أكتب بشكل بشع، أو سنيجل رورشي ساكتا، سنيجل رورشي ساكتا، الحلزونة تتحرك بشويش على مهل تمشي مسكينة، بدها شي 9 ساعات لتمشي لشي نص متر. المهم، سنيجل روشي ساكتا، الحلزونة تتحرك بشويش بهدوء. لاحظ معي، روشي ساكتا، تتحرك بهدوء. سكريفر برا، سكريفر فولت، تمام. طيب، سميرة اوك فاتيما تولر لوكت مي فاراندرا، سميرة وفاطمة تتكلمان بشكل منخفض، لوكت بشكل منخفض مع بعضهما البعض، ميد فاراندرا، مي فاراندرا. التولر لوكت، تولر لوكت. طيب، علي سكراتر هوكت، علي يضحك بشكل عال عاليا، سكراتر هوكت، علي سكراتر هوكت، تمام. طيب، مين فرفر هور دوليكت، مين فرفر هور دوليكت، جدي يسمع بشكل سيء، جدي مسكين سمعه خفيف على الدو. مين فرفر هور دوليكت، جدي يسمع بشكل سيء، هور دوليكت، تمام. الفكرة اللي عم بوصلكم اياها، شوف كيف انه الظرف عم يجي بعد الفعل ليعطيه يكمل او يغير اتجاه المعنى. تولر لوكت، سكراتر هوكت، هور دوليكت، تمام. هي فكرة بسيطة بس خليك شوي مركز معي. بنكمل. اذا بنفوت على قسم جديد اللي هو الجراد ادفير، ظرف المستوى والدرجة، اذا فينا نترجمها بهالاسلوب. مثلا ناخذ كلمة لاجوم، معتدل، متوسط، مناسب، لا بأس به. ميكت كثير، ليت قليل، ليكا مشابه، مماثل، بيشبه. فوجا قليل، ضئيل، شبه معدوم. غانسكا الى حد ما. سيرشيلت، سيرشيلت، خصوصا، خاصة، خصوصا. نيستان تقريبا، تمام. هون عم نحكي عن ظرف المستوى الدرجة، جراد الفير. بنكمل. فر هي زيادة، كثير، جدا، اذا اجت كشكل ظرف، بس اذا اجت كشكل تاني بيكون لي، من اجل، الى اخره. نحن عم نحكي هون بس على الظرف يا جماعة. all days بشكل كامل، بشكل تام. omkring معناتها بحول، حوالي، حوالي، من حول هيك يعني around. mist معظم. دريكت ما يزيد على ذلك بقليل، بشكل قليل، نتوفة صغيرة، نيف بمعنى باللغة العربية الفصحى، نيف، نتوفة، التوسة. فانتاستيست هي رائع أو بشكل هائل، يعني هيك بتحسه مدهش، رائع. كنابت بمعنى يا دوب أو بالكاد، بالكاد. كنابست كمان بالكاد، هيك تقول. فيلديكت جدا. ألز هي معناتها مطلقا أو بنوب، أنت ألز على الإطلاق. همست بشكل فظيع أو هائل، بشكل رهيب، يعني همست رهيب، يا لطيف. أو ترو ليكت بشكل لا يصدق، يعني بشكل لا يصدق الحكي. سيركا بحدود أو ما يقارب. أونجفر حوالي. طيب،
ركز معي لو سمحت، لاني هلا بنفوت على القواعد اللي هي هي. تمام، مركزين، ماخذين نفس، اندس ان اندس اوت، نفسوا، بنفوت على الحكي المناسب. طيب لاحظ معي هي الجملة، الي ار سناب، علي آر سناب، علي سريع. تمام، علي سريع، سناب هي صفة أدجكتيف. تمام، صفة علي إنه سريع، مثل ما بنعرف علي اسم والصفة تصف الاسم. ماشي، نرجع بنقول علي آر سناب، علي سريع. سناب هون ما لها ظرف، هون أدجكتيف صفة. ليش؟ لأن علي اسم والصفة تصف الاسم، الظرف لا يصف الاسم، حتى شكله غير. يعني علي أرسنال صفة علي إنه سريع. تمام، خليها ببالك هاي الصورة. طيب نرجع بنقول علي أرسنال، علي سريع، سريع يعني صفة، سناب يعني أدجكتيف، سريع يعني سناب، صفة يعني أدجكتيف. تمام، حلو هالكلام. لاحظ معي هي الجملة باللغة العربية، علي يركض بسرعة، علي يركض بسرعة. كيف عم يركض علي؟ كيف بسرعة يركض علي؟ بسرعة علي يركض بسرعة، بسرعة يعني ظرف، بسرعة يعني سنابت، ظرف يعني ادفيرب. إذا أنا حطيت حرف التي على صفة السناب صارت معي سنابت، لأني بسرعة هي الظرف، وبالتالي الظرف يصف الفعل. شلون يعني يصف الفعل؟ هيك، آلي سبرينجر سنابت، آلي سبرينجر سنابت. كيف بيركض علي؟ آلي سبرينجر سنابت، يركض بسرعة. تعالي تفهمي واحد، آلي سبرينجر سنابت، علي يركض بسرعة. بسرعة يعني ظرف، ظرف adverb، بسرعة يعني snapped. هون ما بقدر أقول snap، ما بصير، لأن يركض بسرعة هاي هذا الظرف يصف الفعل الركض. الركض تبع علي، الجري تبع علي، الظرف يصف الفعل. إذا هذا الظرف يصف الفعل هذا، springer snapped، snapped بسرعة، بسرعة. بنروح على جملة تانية، نرجع بنقول علي آر سناب، علي سريع. تمام، لاحظ معي هاي الكلمة، إذا بدي أقول علي سريع جدا، بلاحظ إنه جدا هي ظرف، الظرف يعني adverb، وجدا يعني verdict. تمام، فأنا إذا بدي أكون جملة، ولا تنسى إنه السريع هي صفة. تمام، فشو بقول؟ علي آر، هون علي يكون سريع جدا، علي آر فيلديكت سناب، علي يكون جدا سريع، سريع جدا بمعنى علي سريع جدا، علي جدا سريع. يعني الفيلديكت هي ظرف والسناب هي صفة، وبتصير معنا فيلديكت سناب، فيلديكت سناب. تمام، بمعنى الظرف يصف الصفة، الظرف يصف الفعل، الظرف يصف الصفة. علي آر فيلديكت سناب، بكل هدوء بكل بساطة، ما في أي مشكلة، اكتب الجملة باللغة العربية الفصحى وحاول تفسر إنه هي صفة ولا مو صفة، وحاول إنك أنت تحلل وتحاول تغير الصفة لظرف وتتدرب عليهم وتألف جمل من عندك، حتى تفتح دماغك لما بدك تحكي ما تنعبد، وتعرف تعبر عن الشيء اللي انت بدك اياه بالضبط. اذا علي ار فيلديكت سناب، هون عم نحكي انه الظرف عم يوصف الصفة. تمام، بنروح نشوف حالة ثالثة، لاحظ معي هي الجملة، علي سبرينجر سنابت، علي سبرينجر سنابت، علي يركض بسرعة، سنابت بسرعة، سنابت يعني ظرف،
إذا بدي أقول علي يركض بسرعة جدا، بسرعة وجدا هي ظرف، الظرف والأدفيرب، وبسرعة وكمان كلمة جدا كمان هي سنابت وفيلديكت، بسرعة سنابت وجدا فيلديكت، تمام؟ فبقول آلي علي آلي يركض سبرينجر بسرعة جدا أو جدا بسرعة، فيلديكت سنابت، فيلديكت سنابت، آلي سبرينجر فيلديكت سنابت، فيلديكت يعني ظرف وسنابت يعني ظرف آخر، وبالتالي علي يركض بسرعة جدا، يعني كيف؟ يعني سبرينجر سنابت، سبرينجر سنابت، وفيلديكت سنابت، علي يركض بسرعة جدا، فيلديكت سنابت، يعني باختصار الظرف يصف ظرف آخر، تمام؟ هذا الشكل الثالث للظرف، وصلت الفكرة؟ طيب آلي سبرينجر فيلديكت سنابت، فيلديكت هي ظرف رقم واحد، سنابت هي ظرف رقم اثنين، سبرينجر سنابت فيلديكت سنابت، آلي سبرينجر سنابت، آلي سبرينجر فيلديكت سنابت، علي يركض بسرعة، علي يركض بسرعة جدا أو جدا بسرعة، هي خلص ما ضل شيء اسمه، خلص خلصت الظرف. طيب باختصار شديد آلي آر سناب، سناب هون صفة، آلي سبرينجر سنابت، سنابت هون ظرف، آلي آر فيلديكت سناب، فيلديكت يعني ظرف وسناب صفة، آلي سبرينجر فيلديكت سنابت، ظرف واحد ظرف اثنين. هاي باختصار مهمة الظرف بالجمل، إما بالشكل الأول بيوصف فيها الفعل، أو بالشكل الثاني بيوصف فيها الصفة، أو بالشكل الثالث بيوصف فيها ظرف آخر إله من جنسه. فيلديكت سنابت ظرف ظرف، فيلديكت سناب ظرف ظرف، سبرينجر فيلديكت فعل ظرف. هاي باختصار قواعد، قاعدة مهمة الظرف في الجمل. بنكمل إذن، هور مور دو، كيف تشعر أنت؟ ياغ مور برا، مور برا، مور برا، أنا أشعر بشكل جيد، أنا منيح، أنا تمام. طيب بنكمل بالساتس ادفيرب اللي هو ظرف الحال، اذا فينا نقول ظرف الحال. ناخذ اول وحده الاي، معناتها هي لا، ليس، لم، لن، غير، كل شيء شيء اسمه نفي بندرج تحت هاي الكلمه، انت، لا، نوج، على الاغلب، بشكل كاف، كنبست، بالكاد بصعوبه، كنبت بالكاد، انا حطيتها هون، هي بالكاد بصعوبه اصعب من اساسها، يعني كانشي ربما او يمكن، ايك هي غير او لا. تعالي مره تانية. طيب لاحظوا معي الساتس ادفيرب اللي بيعمل فيه انه هو بيعمل تغيير بكامل الجمله. تخيل انت لما بتحكي جمله بتقول لا، كلمه انت عملت ارتباك، عملت ارتباك بالجمله، غيرت الاتجاه، المعنى انت عم تحكي بشكل طبيعي بتقول انت، اختلف المعنى، خلاص عم نحكي بشيء اسمه النفي، وبالتالي هو هذا اللي بيسموه الساتس ادفيرب. طيب بنكمل ترو ليجن، على الارجح، فورمود ليجن، من المحتمل، انتج ليجن هي على الاغلب، كان هندا يمكن ان يحدث، ليك هون كان هندا، هند يحدث، كان هند يمكن أن يحدث، كلمة واحدة، برا عفوا بارا، فقط، موي ليجن، ربما أو من المحتمل، إيفنتويلت هي محتمل، فيل مثل ما حكينا قبل جيد. طيب إندست
فقط بمعنى بس. ناتورلي كتفيس بطبيعة الحال أو بالطبع. ناتورلي كتفيس بالطبع أو بطبيعة الحال. ييفي تفيس بالطبع أو لا غبار عليه مثل ما بيقول. إن بارت فقط أو في فحسب، هيك إذا بدك يجيب معناها فحسب. فاكتيست هي في الحقيقة في الواقع اكشوالي يعني. تيفار مع الأسف أو لسوء الحظ. تيفار مع الأسف. فيركليجن هي حقا بالحقيقة في الواقع، كمان بتصير حقيقي كمان هيك حقيقيا بمعنى. بنكمل فورستن بالمناسبة على فكرة علاوة على ذلك بالإضافة. ممكن تجيك بالمناسبة، ممكن تجيك على فكرة علاوة على ذلك حسب موقعها بالجملة، حسب الفعل تأثير الفعل عليها، ولا كيف الفعل بالجملة بيأثر بالمعنى على كتير شغلات. يارنا بكل سرور، لطفا، إن يحب، تحب، يحبون، تحبون، إلى آخره. فشتوس هي بالطبع، بالطبع طبعا. ديس اوتوم فوق ذلك علاوة على ذلك. وأيضا انت هيلر ولا أيضا ليس أيضا يعني ولا حتى أنا. نام ليجن بمعنى يعني، قصدي بما معناه ذلك يعني. هذا الحكي لما بنحكي بتضل بتقول نام ليجن يعني، أنا بفهم عليك عم تقول بما معناه ذلك يعني، قصدي يعني، هيك شغلات هيك. بحثوا عليهم بالقاموس وتأكدوا من معانيهم كلياتهم، هذول كل الكلمات حتى تقدر تحفظهم وتقدر تتدرب عليهم وتفهمهم إلى آخره. فوليكليجن بالتالي بناء على ذلك، نتيجة لذلك. إيفن معناتها حتى إن أو أيضا. أوكسو كمان أيضا كمان. إيجنتليجن في الواقع، إيجنتليجن في الواقع أو بصراحة في تقول إيجنتليجن. وتمينستوني على الأقل. تيد ليجن بوضوح او بشكل واضح. في شيء اسمه تيد ليكت بشكل واضح، وتيد ليجن بوضوح. ظرف من ظرف تاني. هاي اللاحقة، هاي اللاحقة هي استخرجناها من الظرف ذات نفسه. يعني تيد ليج هي الصفة، تيد ليكت هي الظرف اللي مشتقين من الصفة، تيد ليجن هي الظرف من اصل الظرف. تمام. لما اذا بتسمح الكلمه تعطيك معاني اكثر بوضوح، وضوحا بشكل واضح، فيك تعمل هاي القصه. حتى التفيس كمان نفس الترتيبه. اندو على اي حال، غير ان، الا ان، ومع ذلك، تاخذ كثير معاني حسب موقعها بالجمله. داري موت عكس ذلك، على عكس ذلك. خلينا نقول داري موت على عكس ما انت تتكلم كذا كذا كذا. طيب بنكمل. إيميلرتيد، إيميلرتيد على أي حال أو لا ولا سيما. هيك تقول سيما. فيرتوم على العكس. يو معناتها بالطبع أو يا زلمة. إذا أنت تجيك كلمة يو بجملة وما بتفهم شو معنات يو، حط بين قوسين كلمة يا زلمة. إذا بتستخدم اللهجة طبعا، باللهجة السورية عم نحكي، بتلاقي انه اغلب الاحيان بتركب كلمه يا زلمه اكثر من الطبع مثل ما هن بيفهمونها. يعني بيقولوا لنا يو هي بالطبع ومن الواضح مدري شو. دوك هي معناتها لا سيما، سيما غير ان. يلا فال في جميع الاحوال. دارفور ذلك لانه. التو اجمالا عموما على حسب موقعها بالجمله، اذا كانت اول الجمله وفي بعدها فاصله، ولا ما في بعدها، ولا بنص الجمله الى اخره. ياني فيت اي غير معروف، فيت اي غير معروف، ما بنعرف. اذا انتهى الدرس، وبتمنى يا رب يكون درس سهل وبسيط وممتع ومفيد لكل الناس، وبتمنى يا رب انه يكون شرحت المواضيع بطريقة سهلة وبسيطة، وحاولت اني انا بهذا الدرس اني فصل الافكار وحط كلمات مهمة جديدة حتى نستفاد كلياتنا مع بعض من الكلمات. وبتمنى يا رب انه لا تنسونا مصالح الدعاء. كان معكم راتب، ولا تنسوا تزورونا على صفحتنا على الفيسبوك تعليم اللغة السويدية المكثفة على اليوتيوب والفيسبوك. صفحتنا على الفيسبوك، والله تعبت وانا بحكي مع بنتي، خلص بس فيسبوك يوتيوب اللي شو تك فيزي سنارت. شكرا لكم، بنشوفكم بعض قريبا. هي مع السلامة، راتب، باي.